بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا احبتي في الله اولا كل عام وانتم بخير هذا الشهر الفضيل هناك اشياء معظمنا لا ينتبه لها قد تكون سببا في ابطال او افساد صيامه صيامك في خطر اذا لم تتبع هذه التعليمات. الحقيقه ايها الاحبه، معظمنا يمر به شهر الصيام دون ان يغير اي شيء في نفسه، والله تبارك وتعالى يقول: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ينبغي عليك ان تبدا منذ هذه اللحظه تستغل هذا الشهر الفضيل لتغير ما بنفسك حتى تتغير احوالك. إذا كان رزقك ضيق سيتغير بإذن الله نحو الأفضل ولكن بشرط أن تغير نفسك أولاً. إذا كان لديك مشاكل وهموم وأحزان وأمراض وأمور تستعصي عن الحل أو العلاج عليك أن تغير ما بنفسك حتى يغير الله ما بحالك. تذكر دائماً في هذا الشهر الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم القضية الأولى أيها الأحبة وهي خطيرة جدا على الصيام قضية النظر إلى المحرمات معظمنا لا ينتبه لها يمر هذا الشهر الفضيل ولا ينتبه لهذه القضية المهمة ينبغي أن تحدث تغييرا في هذه العادة السيئة هذا السلوك السيء النظر إلى الافلام التي تح يعني فيها اشياء محرمه، مناظر محرمه. بعض المسلسلات في الشارع تنظر الى امراه جميله او فاتنه. كل هذا هذه الامور تسبب مشاكل لك في الصيام، تسبب ذهاب لحسناتك لان لان هذه السيئات التي تقوم بها تاكل الحسنات اكلا. وبالتالي تخرج في نهايه الشهر لا تستفيد شيئا من هذا الصيام. ولا تستفيد شيئا من هذه المناسبة العظيمة. شهر رمضان. فينبغي اخي الحبيب ان تنتبه لقضية النظر الى المحرمات. انوي منذ هذه اللحظة قل انا ان شاء الله ساغتنم هذا الشهر وهذه المناسبة لكي امتنع تماما عن النظر الى ما حرم الله لكي يحبني الله سبحانه وتعالى ورسوله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر إلى امرأة ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له أبدا. فهذا النبي هو قدوتنا. لذلك الله عز وجل لم يقل لنا لا تنظروا إلى النساء. لم يقل لنا غضوا من أبصاركم، لا. ماذا قال عز وجل؟ قل للمؤمنين. أراد أن يبلغك هذه الآية من خلال حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام لتتذكر وكأن النبي هو الذي يخاطبك قل يا محمد للمؤمنين يغض من أبصارهم فكأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يخاطبك أخي الحبيب ويقول لك غض من بصرك لماذا؟ ذلك أزكى لهم النبي يريد لك الحياة الزكية الحياة الخالية من المشاكل والهموم النظر إلى النساء أخي الحبيب بما حرم الله يفقد ثقة الناس بك. والدراسة التي تحدثنا عنها مؤخرا التي قامت بها جامعة كامبريدج أن النظر إلى الأفلام الإباحية والمرأة الفاتنة يحرض هنا في في الدماغ إفراز مواد تشبه المواد التي يفرزها مدمن المخدرات، لذلك قالوا أن النظر إلى الأفلام الإباحية يشبه الادمان على المخدرات، فهذه عاده سيئه جدا طبيا ونفسيا وايمانيا وتؤثر على صيامك. القضيه الثانيه ايها الاحبه التي لا نلتفت لها، معظمنا يعتبر ان شهر الصيام هو مناسبه للمأكولات والاسراف سواء في الاكل او في الطعام او في غير ذلك. انا اريد ان اذكرك اخي الحبيب بعاده سيئه ينبغي ان تنوي الان وتستغل هذه الفرصه لتغيير هذه العاده. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. القضيه لو كانت فقط هكذا يمكن ان نقول يعني مقبوله. يعني ممكن ان تسرف ولكن انظر الى تتمه الايه الكريمه. انت عندما تسرف في الطعام يجب ان تتذكر ان الله لا يحبك، انك خرجت خارج دائره محبه هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فتذكر كلما اردت ان تسرف في الطعام او الشراب تذكر ان الله لا يحب المسرفين فانت تخرج خارج دائره محبه الله سبحانه وتعالى والذي يخرج خارج هذه الدائره حياته تعيسه حقيقه يعني الاسراف في الطعام والشراب له نتائج كارثيه على الصحه ايها الاحبه. معظم امراض العصر الامراض المزمنه ضغط الدم والسكري وامراض القلب، تصلب الشرايين وغير ذلك والبدانه سببها الاسراف في الطعام والشراب. بمجرد ان تقلل كميه الطعام ستقي نفسك من امراض قد تصيبك في المستقبل، واذا كان لديك امراض مثلا وزن زائد سكري وضغط وغير ذلك ومشاكل في القلب وحتى في العمود الفقري والعظام. الاقلال من الطعام والشراب مفيد جدا لعلاج هذه الامراض حسب جامعات عالميه تؤكد هذه الحقيقه. لذلك منذ هذه اللحظه قل انا سانتهي عن الاسراف وساترك هذه العاده السيئه وسابدا استمتع بالطعام كما اراده الله لي. الله لا يريد لنا الا الخير، لذلك قال: انه لا يحب المسرفين. القضيه الثالثه ايها الاحبه وهي قضيه قلما نجد من يتذكرها في هذا الشهر الفضيل، قضيه الربا. الله عز وجل يخاطبني ويخاطبك ويقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله لا يحب كل كفار اثيم. اعتبر الربا كفر. وهذا العصر الذي نعيشه اليوم ايها الاحبه ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم ياكل الربا اصابه غباره فلذلك كن حريصا على الابتعاد عن المصدر الحرام للرزق عن الربا فاطم مطعمك ومشربك لتكن مستجاب الدعوه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فاستجابه الدعوه اخي الحبيب من من شروطها الاساسيه الرزق الحلال وبالتالي موضوع الربا وما يتعلق به لا تظن انه لمصلحتك بل هو يدمر صيامك ويدمر صلاتك ويدمر حياتك، لماذا؟ الله عز وجل لم يعلن الحرب على احد الا على واحد في القران كله فاذنوا بحرب فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله على من شن الله هذه الحرب على اكل الربا لذلك اخي الحبيب بكل موده ومحبه يعني ارجو ان تعتبر هذا الشهر مناسبه كريمه لتغير هذا السلوك السيء وهذه العادات الثلاثه او الاوامر التي امرنا الله بها ينبغي ان تمتثل لها تنتهي فورا عن النظر الى ما حرم الله ابتعد عن كل شيء حرمه الله واستبدله بما احله الله تستطيع ان تشاهد على اليوتيوب مقطع فيه نساء وفيه موسيقى وفيه اشياء وتستطيع ان تستبدله بمقطع علمي او مقطع فيه موعظه او مقطع فيه قران كريم ايات الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني ابتعد عن الاسراف في الطعام والشراب لتحيا حياه طيبه مطمئنه وتكسب محبه الله وتذكر انه لا يحب المسرفين كلما دعتك نفسك للاسراف تذكر قل انه لا يحب المسرفين فتكون هذه الآيه وسيله تبعدك عن موضوع الاسراف في الطعام والشراب وهي ايضا قضيه اقتصاديه يعني فيها توفير والقضيه الاخيره موضوع الربا كما قلت لكم ينبغي أن تبتعد عن الربا تماما وتعتبر هذا الشهر هو بداية صلح مع الله سبحانه وتعالى، بداية صلح مع نفسك تقول والله أنا هذا الشهر سأعتبره مناسبة لأتوقف عن أكل الربا وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتبدأ حياة جديدة قد يكون فيها مصاعب ولكن ستكون في مأمن من عذاب الله وستكون داخل دائرة من يحبهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.